خطيئة الغضب. لا دي موجودة حضرتك الحمد لله. بصي اهو خطيئة الغضب دي دي فظيعة. عندك الخطيئة دي؟ كانت عندي جامد قوي 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 وانا صغيرة، ابتدت تقل شوية. دلوقتي بحاول اسيطر على نفسي، بقالي سنة ونص بقول خد نفس طويل وبتاع. وساعة ما انا طول عمري بلعب رياضة، بس لما عملت بقى الرياضة بالزيادة فبقت الدنيا هادية جدا. احكي لي موقف كنت غضبانة فيه جدا وعبرتي عن غضبك بشكل كان كبير جدا. كان معظمه مع ابني الكبير، معظمه يعني هو اكتر واحد ممكن ينرفزني، لكن مثلا في البيت لا. عمري ما اعتقدش برضو ان انا مش فاكرة اي لحظة ان انا اتنرفزت فيها في الشغل، ما حصليش. بس اتنرفزتي على ابنك كذا مرة؟ كذا مرة. لحد اكتر مرة عملتي ايه؟ اكتر مره غضبتي فيها كان ايه رد فعلك؟ لا مجنونه بقى. بصي ما بحسش بقى يعني هي وانس إيه ان انت عديتي الخط الطبيعي. مديتي ايدك قبل كده؟ مديتي ايدك عليه قبل كده؟ لا بحدف بقى حاجات وبمد ايدي على على يعني واحد طويل بقى يمسك ايدي. بتحدفي ايه؟ هو بحدف بقى اي حاجه في قدامي بحدف في وشه. انا فاكره ان في مره فيهم هو مسكني من هنا، قعدت اعيط 3 ايام ازاي هو ثبتني. انا عماله اخبط على كتفه كده منرفزني، فعماله اخبط على كتفه وهو اسم الله طويل وانا اوزعه. فراح ماسك ايدي جامد، ثبت عليا نفسي وقعدت اعيط وبتاع ما اعرفش. ابتديت بقى اخبط برجلي بقى واخبط بايدي واي حاجه بقى بتحدف فيه. طبعا ما قدرتش عليه. عمل ايه هو بعد كده؟ بعدها بابا جه يعني اوسا جه واتكلم معاه، وهو جه اعتذر وبس راسي وحضني. هو ده حبيبي يعني، هو ده فجر حبيبي 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 هو حبيبي فعلا. اعتذر بس قد ايه؟ انت بتديه هيز تينيجرز، يعني مقبول ان انت تفهمي هو اتعصب ليه علشان انا برضو اتعصب. هما مش ما ينفعش تتعاملي معاهم وهم متعصبين وانا متعصبه. بس دي كانت المره اللي دمها تقيل يعني. اوسا قبل كده يعني عبر عن غضبه معاكي بشكل عنيف او كبير؟ ايفر. عمره ايفر؟ عمره ده ما بيزعقش. ده هينقطني. ادخل زعق في ادهم عشان سهران، ادخل ده زعق في ادهم عشان مفيش عندنا زعيق اصلا. انا بيزعقش بس خالص. انا بس اللي صوتي عالي. هو ما بيزعقش خالص خالص خالص. اقول لك انا زعق ليه لما ممكن اتكلم بالراحه؟ احنا نتكلم بالراحه. المعلومه وصلت وسط. هل انت يعني هو وجهه نظره برضو منطقيه قوي. هل انت متصوره ان انا لما صوتي يعلى هو هيقتنع لو مش عايز يقتنع؟ ده سؤال خطير. فتقعدي تفكري كده، لا هو لو مش هيقتنع لا هيقتنع بالزعيق ولا هيقتنع بالهدوء. لو فخلاص فنتكلم بالهدوء، ملوش لازمه الزعيق. بس انت عبرتي عن غضبك مع جوزك قبل كده بشكل شفتيه كان زياده؟ دفنتلي. مفيش حد ما بيزعلش يعني. مش اكيد بقى ما تقوليليش اكيد. ما هو هو التاني يعني جوزك ما بيعبرش عن غضبه خالص يعني. هو هادي كده. هو هو شخص متماسك ورزين. ما بيزعلش. انا شخص انفعالي ورومانسي وشعالي، فهتلاقيني هبيت اكيد. ففي كذا مره ممكن انت والصريخ وبتاع والجنان ده، وفي الاخر بينزل على مفيش عبط يعني. ما هي دي بقى الفكره. ما انت لو زعقتي لازم او عبرتي عن مشاعرك لازم تبقي قويه، مش تبقي هلهطه تقعدي تزعقي في الاخر تعيطي تقولي انا بحبك. ايه الهبل ده؟